بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مشاهدي قناة مصر الزراعية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم كبسولة إرشادية. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن نبات صحراوي بامتياز يصلح في الأراضي التي لا تصلح لأي نبات تاني، هو نبات الجوجوبا. الجوجوبا لقب بالذهب الأخضر، وهو لم يأخذ هذا اللقب من فراغ، لكن هو لقب بالذهب الأخضر للعائد الاقتصادي الكبير ليه وليه قلة التكلفة بتاعته. فعشان كده احنا عايزين ندعو حضراتكم للتوسع في زراعة الجوجوبا. ولما نتكلم عن زراعة الجوجوبا فاحنا نتكلم عن زراعتها في الأراضي القاحلة، الأراضي التي لا تصلح أي الأراضي الهامشية، عشان ما حدش يقول لي الوادي والدلتا والمحاصيل الاستراتيجية. لا، احنا بنتكلم على الأراضي اللي عنده أرض فيها مشكلة، أراضي جيرية، أراضي رملية عديمة الخصوبة، أراضي يصلح في كل أنواع الأراضي التي لا تصلح لأي محصول تاني. طيب الجوجوبا عبارة عن إيه؟ عبارة عن شجيرة يتراوح ارتفاعها من متر ونص لحد 4 متر حسب الصنف، مستديمة الخضرة، معمرة قد يصل عمرها إلى 200 سنة، فلها أوراق جلدية سميكة مغطاة بطبقة من الشمع عشان تقلل النتح وتزود مقاومتها لمقاومة الظروف المناخية. طبعا في ظروف التغيرات المناخية اللي العالم كله بمر بيها، فاحنا بننصح في التوسع في زراعة الجوجوبا، خصوصا في ظروف الوضع المائي اللي بتمر بيه مصر والمنطقة العربية، لأنه أقل النباتات استهلاك للمية وبيستهلك ممكن استخدام مياه لا تصلح لأي نبات تاني، مياه صرف صناعي أو مياه الصرف الزراعي أو الصرف الصحي أو مياه آبار شديدة الملوحة، لأنه تحمله لملوحة المياه قد تصل إلى 7000 بي بي ام. وعشان حضراتكم تكونوا متخيلين الرقم، ان المانجا بتتحمل لحد 700، الموالح بتتحمل لحد 1300، الجوجوبا تتحمل لحد 7000 بي بي ام، فده يصلح لكل انواع الاراضي الصحراويه. طيب علشان نزرع فدان جوجوبا، انا ببساطه شديده كده هقول لحضراتكم تكلفه زراعه فدان جوجوبا. لو حضرتك عندك الارض ملكك وعندك مصدر الميه وعندك مصدر الطاقه، فانت كل المطلوب منك سعر الشتلات، تجهيز الارض، شبكه الري. سعر الشتلات، احنا سعر الشتله الواحده من الاصناف الموثوقه اللي مسجله واللي مضمونه تقريبا 16 جنيه وصال لحد الحقل، اي مكان في الجمهوريه تصل لك الشتله بسعرها 16 جنيه. فلما نتكلم عن النبات، عن الفدان بيحتاج 525 نبات. طبعا تختلف رقم النبات حسب نوع الزراعة وحسب نوع الجمع، لو جمعها آلي ولا جمع يدوي ولا كده. طيب لكن الشائع النبات الفدان بياخد 525 نبات، منهم 460 نبات مؤنث، أشجار مؤنثة مزروعة بالتكاثر الخضري، ومنهم 65 شجرة مذكرة مزروعة بالبذرة للتلقيح، لأن طبعا النبات الجوجوبا في أشجار مذكرة أشجار مؤنثة، فلابد أن احنا نراعي دي، ولابد من زراعة الجوجوبا بالشتلات الموثوقة صادقة الصنف، ما زرعهاش بالبذرة. ما حدش يقول البذرة أرخص وأوفر، لو زرعت بالبذرة معظم الأشجار هتكون أشجار مذكرة، والإنتاج هيكون ما فيش إنتاج، وبعد 5-6 سنين من الشغل والرعاية هتلاقي نفسك بتخسر. فلازم تكون الشتلة من مكان مرخص من وزارة الزراعة، مكان معتمد، مكان موثوق. طيب يبقى احنا هنقول سعر الشتلات تقريبا من 7-8 آلاف جنيه، تجهيز الأرض والكمبوست والحفر والكلام ده أو جوهر الزراعة والكلام ده حوالي 8000 جنيه، هنقول شبكة الري حوالي 7000 جنيه. فأنت بتتكلم في دي الأرقام المبدئية بسعر النهاردة لتجهيز فدان الجوجوبا. طيب لما نتكلم بقى عن العائد، العائد الاقتصادي بيبدأ بعد 5 سنين، 5 سنين من زراعة الشجرة بيبدأ العائد الاقتصادي. طيب مبدئيا كده خلينا في الأرقام الأمان أو يعني الأرقام المتوسطة، هينتج الفدان بعد 5 سنين 1500 كيلو، سعر الكيلو من 80-100 جنيه حسب الصنف وحسب نسبة الزيت الموجودة فيه. فاحنا بنتكلم النهاردة في حوالي تقريبا يعني من 100-120 ألف جنيه عائد فدان الجوجوبا الواحد. لما تطلع مصاريفك هتلاقي نفسك انت بتكسب مبلغ كويس جدا جدا جدا. والميزه فيه نبات متحمل العطش، ممكن عادي يتحمل الري شهر واثنين وثلاثه وقد تصل الى سنه، انه هو من غير ري خالص يعيش على المياه المطر القليله وعلى مياه الندى، متحمل جدا للملوحه وطبعا واقل النباتات في معدلات التسميد،
وأقلها على الإطلاق في المكافحة، لأن النبات ده لا يتأثر بالحشرات، رغم أنه ممكن يكون عائل لمئة نوع من الحشرات لكنه لا يتأثر بيها، ما بيحتاجش مكافحة خالص، لأن من أحد استخدامات زيوت الجوجوبا هي تصنيع المبيدات الحشرية الآمنة. فهذه كانت نبذة سريعة كده عن زراعة الجوجوبا، عن اقتصاديات زراعة الجوجوبا، عشان نفسح حضراتكم وعشان نشجعكم على التوسع في زراعة هذا النبات الملقب بالذهب الأخضر. نتمنى نكون قدمنا لحضراتكم فقرة مفيدة، ونلقاكم في لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.